يا صباح الخضرة والجمال الرباني على المتابعين الحلوين، بحبكم في الله. معاكم رشا الأكلات السريعة. النهاردة جاية لكم أقول لكم إزاي تخزني الخضرة لمدة أطول. وزي ما أنت شايفة كده أنا جايبة خضرة كمية بسيطة، لأني أنا عندي كمية، بس حبيت أعمل معاكم وأشارك معاكم الفيديو الجميل دوت. زي ما أنت شايفة كده الخضرة هنجيبها كده، طبعا هنشيل دي خالص، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايفة كده بتقعد معايا مدة طويلة جدا، ولا بتدبل ولا بتصفر ولا بيجرالها اي حاجة، بتطلع ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما انتوا شايفين كده بتنضفيها طبعا من اي حاجة. وزي ما انت شايفة كده هنضفها معاكم برضو، فيها اي حاجة وحشة، اي حاجة صفرة، اي حاجة دبلانة، بننضفها من اي حاجة عشان تدينا خضرة نظيفة وخضرة جميلة ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده هاجي على الحتة دي كده واروح شايلها خالص بالسكينة، خليكم معايا. وزي ما انتوا شايفين حبايبي كده زي ما قلت لكم بنشيل الجزء دوت خالص. شايفين؟ لازم نسويها كده عشان كلها تطلع سوا بعض او قد بعض. شايفين؟ وبروح على الحوض وبغسلها غسلة معتبرة، غسلة مظبوطة، نغسلها جدا جدا، لان الخضرة من طبعها بتشيل تراب كتير او بتشيل طين كتير. طبعا انتوا عارفين بتبقى طالعة من تحت الارض، فلازم نغسلها جدا ونتكي عليها قوي. خليكم معايا وارجع لكم حبايبي. وزي ما انتوا شايفين كده انا غسلتها، وعلى طول زي ما انتوا شايفين كده والميه بتاعتها اوعي تصفيها ولا اوعي تنشفيها، زي ما تسمعيش كلام اي حد. على طول عندك فوطه من المطبخ كده تكون مخصصه للاكل، زي ما انت شايفه كده بحطها على الفوطه. شايفين ما شاء الله، زي ما انت شايفه كده منديه بالميه، والفوطه بتاعتك كمان تكون منديه، وتروحي لفاها كده. شايفه؟ طبعا بيكون عندك فوطة مطبخ يكون نضيفة، يكون مستخدمة للأكل فقط لا غير. وزي ما انت شايفة كده بلفها كويس جدا، بخليهاش منها حاجة باينة. وفي كيس، اي كيس بقى عندك، كيس تلاجة، كيس شنطة عيش من اللي احنا بنحط فيهم العيش، وعلى التلاجة، وبتحطيها تحت في التلاجة، بس مش تحت الرف اللي في الفريزر، لا في التلاجة عادي. وبتستعمليها بقى وقت ما بتحتاجيها، بتطلعيها زي ما انت شايفة كده. انا بتقعد معايا مدة طويلة جدا، ولا بتطلع دبلانة ولا صفرة ولا اي حاجة، بتطلع زي ما هي، العود بعوده. بس اهم حاجة زي ما انت شايفة كده الحتة بتكون مندية شوية، وشوية مية كده من فوق الحتة، واروح ايه ماشيهم كده عليها شوية زي ما انت شايفه كده. وما شاء الله بقى عندك خزين خضره. الخضره يا جماعه بتغلى دلوقتي، وربنا يا رب يرحمنا برحمته من الغلا. زي ما انتوا شايفين كده، يا رب الفيديو يكون نال رضاكم وعجبكم. لو عجبك الفيديو بتاعي وطلعت منه بمعلومه مستفيده منها، اشتركي في القناه، دوسي على زر الجرس، حطي لي اللايكات الحلوه، ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. كان معاكم رشا الاكلات السريعه، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.